ليه يا جماعه بتنسوا الرقبه؟ انتوا عارفين انتوا ممكن تبانوا شكلكوا اكبر لو انتوا مهتمين بوشكوا وناسين رقبتكم. اول مشكله بتقابلنا هي مشكله الدبل تشين. الدبل تشين ليها كذا حل. احنا ممكن نحقن حقن موضعي يقلل لنا الدهون اللي بتكون موجوده في المنطقه دي، ولو الموضوع بسيط احنا ممكن نحقن فيلرز في الجو لاين وفي التشين علشان يدارلنا الدبل تشين. تاني مشكله من مشاكل الرقبه هي اللاينز اللي بتكون موجوده، وطبعا اللاينز دي بتخلي شكلنا اكبر. اللاينز اللي في النك احنا ممكن نعالجها بالبوتوكس او بالفيلرز، وده على حسب الحاله. تالت مشكله وهي ترهلات الرقبه. ترهلات الرقبه ليها كذا حل. لو في الاول احنا ممكن نحقن بس سكين بوسترز، ودي حاجات بتحسن الكواليتي بتاعت الجلد وبتخلي شكله اصغر. لو الحاله متوسطه او متقدمه هنبقى محتاجين للخيوط او للجراح، والموضوع بسيط ونتائجه هايله.